رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة فوز مملكة البحرين بجائزة الآغا خان للعمارة للعام 2019 عن مشروع إحياء مدينة المحرقة، والذي يعد إنجازا مهما يتوج العمل الذي بذلته هيئة البحرين للثقافة والآثار على صعيد الحفاظ على التراث البحريني وإرثها التاريخي، ليضاف إلى سجل إنجازات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه إن مملكة البحرين عبر مسيرتها التاريخية الحافلة بالعطاء كانت ولا تزال الوطن الذي يحتضن الجميع لما تزخر به من مقومات حضارية وثقافية وأرث ممتد أسهمت في الحفاظ على هويتها الأصيلة التي نفتخر بها. جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بقصر القضيبية اليوم، معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار التي قدمت عرضا لسموه حول الإنجاز الذي تحقق للبحرين بفوزها بجائزة الآغا خان للعمارة للعام 2019 والذي تم الإعلان عنها اليوم في مدينة غازان الروسية عن فوز مشروع إحياء مدينة المحرق للجائزة لهذا العام إلى جانب 5 مشاريع من دول أخرى، حيث أشهد سموه بجهود معاليها المخلصة التي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز الذي هو مبعث فخر واعتزاز للمملكة، معربا سموه عن خالص تهانيه إلى كافة أبناء البحرين بتحقيق هذه الجائزة، وهو ما يعكس الاهتمام المتواصل في الحفاظ على عراقة الأماكن التراثية وحماية ما تحقق من منجزات إنسانية وحضارية أسس لها الآباء والأجداد. من جانبها أعربت معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى على الدعم والاهتمام المتواصل من سموه الذي أسهم في تحقيق هذه الجائزة لمملكة البحرين والحفاظ على التراث البحريني الأصيل، مؤكدة سعي الهيئة المستمر نحو تحقيق كل ما من شأنه أن يرفد الإرث التاريخي للمملكة